كتير وعارفين كتير بس مش عايشين كفاية، مش عاملين المطلوب. تعالوا نناقش القصة دي، إزاي لما أسمع أو أقرأ أتحرك وأعمل، لأنه في حتة مقطوعة كده، في حتة واقعة مننا. وربنا يسوع شاور على الحتة دي في آخر الموعظة على الجبل لما قال اللي يسمع ولا يعمل ذاك رجل جاهل بنى بيته على الرمل، فجت شوية ريح شوية مطر البيت اتهد على طول. أما الذي يسمع ويعمل، ما عندوش المسافة، ده راجل حكيم، ده راجل باني على صخر، فبيته ما بيتهزش وبيكمل. هدخل في نص كده فلسفي من النصوص الجميلة بتاعت بولس في روميا 7 تعبر عن الحالة دي. بيقول إيه القديس بولس؟ إني أعلم أنه ليس ساكن في، أي في جسدي، شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي. For to will is present with me. أما أن أفعل، to perform ما أريده، مش فلست أجد. أفعل الحسنى لست أجد، يعني إيه؟ I will do، ما عنديش دي، I do not do. لأني لست أفعل الصالح الذي أريده، بل الشر الذي لست أريده إياه أفعل. خلي بالكم من كلمة أريد وأفعل، هم دول اللي بيكلم فيهم بولس، اللي هي موضوعنا، إنه بيريد حاجة وفي الآخر بيعمل حاجة تانية، وده حالنا كلنا، إنه كلما أريد أن أفعل الحسنة ألاقي الأقرب ليا والطبيعي إن أنا أغلط، إن أنا أعمل اللي أنا متعود أعمله، إن أنا أجيب سيرة الناس، مع إن أنا سمعت 100 وعظة عن الإدانة، بس نتكلم برضو، مش معقول هنسكت. فيبقى حكاية أفعل دي فيها مشكلة دايما. إن كنت ما لست أريد إياه أفعل، فلست بعد أفعله أنا، بل الخطية الساكنة فيا. إذن أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسنى، يعني الحاجة الحلوة، أن الشر حاضر عندي. ده ملخص الكلام، إنه دايما الشر أسبق. طب ليه كده؟ مع أننا رغبتي كويسة وماشي مع كلام ربنا. في المقابل هنروح لرسالة فيليبي ونلاقي آية تانية مختلفة. يقول الله هو العامل فيكم، It's God who works in you both to will and to do. يبقى هنا المسافة راحت خلاص، يبقى ربنا لو اشتغل جواك هيديك الإرادة ويديك التنفيذ، هيحركك في اتجاه الاتنين، to will and to do، من أجل المسرة، يعني for his pleasure, for his good pleasure. هروح للنص التالت في كورنثوس الثانية 8، ده من أشهر النصوص اللي بتتكلم على خدمة الرحمة وخدمة الفقراء. كورنثوس الثانية 8 و9، أن كان في مجاعة في الوقت ده، والقديس بولس كان بيلف البلاد يجمع خير يبعته أورشليم للكنيسة الأم، لأنها كانت في مجاعة في الوقت ده. فهو نفسه رغم أن بولس ده معجزات ووعظات، إنما كان خادم إخوة رب، يعني كان يحب الخدمة اللي سماها خدمة القديسين. أعطي رأيا في هذا أيضا، لأن هذا ينفعكم أنتم الذين سبقتم فابتدأتم، بيكلم بتوع كورنثوس، منذ العام الماضي، ليس أن تفعلوا فقط بل أن تريدوا. الآية غريبة شوية، هم كانوا بيعملوا من غير ما يريدوا. ساعات ده يجي بالضغط، فاهمي إزاي؟ لما تقول لابنك اعمل فيعمل غصب عنه، لكن ما عندوش لسه الويل، فأول ما بتبعد أنت عنه مش هيجي القداس، لأنه هو كان بيجي مجبر. فهو في الأول بولس كان بيضغط على أولاده، لازم تجيبوا خير نبعته لأورشليم. حاضر، أبوهم الروحي بقى اختارهم، قال لهم أنتوا تحسنتوا، ما بقيتوش بس بتعملوا، بقيتوا بتريدوا، يعني بقيت طالعة منكم، يبقى الإرادة اتصالحت مع العمل. ولكن الآن تمموا العمل أيضا، حتى أنه كما أن النشاط للإرادة كذلك يكون التتميم أيضا حسب ما لكم. لأنه إن كان النشاط موجودا فهو مقبول،
على حسب ما للإنسان لا على حسب ما ليس له. يعني إيه؟ يعني ربنا مش مستني منك أكتر من طاقتك، على قد قدرتك في الآخر، بس you have to do. To will only خطر عليك، ما ينفعش، لأنه يعني طريق السماء مليان نيات حسنة، بس إيه؟ ما بيوصلش للسماء. يعني ناس كتير عندها رغبة تبقى كويسة بس ما عملوش حاجة، لكن لازم نعمل حاجة. تعالوا نبص على النص اللي حكاه المسيح يعرب لنا الفكرة دي. بيقول ماذا تظنون؟ دي حكاية حكاها ربنا يسوع. الحكاية دي كان حكيها ليه؟ كان في كتبة وفريسيين بيسمعوا، وكان في عشارين وزنا وخطاء بيسمعوا. فالظاهري مين متدين؟ كتبوا الفريسيين، ناس دول ضايعين. إنما في الحقيقة مين اللي هيعمل اللي المسيح عاوزه؟ غالبا العشارين والخطاء. فبيقول ماذا تظنون؟ كان الإنسان ابنان، جاء إلى الأول وقال يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي. فأجاب وقال مش عاوز، ما أريد، I will not، أوكي؟ ولكنه ندم أخيرا ومضى. مضى يعني راح يعمل إيه؟ يعمل، يعني قال لأ صريحة، لكن رجع عمل المطلوب. وجاء إلى الثاني وقال كذلك، فأجاب وقال ها أنا يا سيد. ده اللي بيقول حاضر ولم يمضي، ده اللي عنده الأزمة، اللي هو عنده الويل ما عندوش تدو. فأي الاثنين عمل إرادة الأب؟ قالوا له الأول، رغم أنه قال لأ في الأول، إنما هو اللي عمل محصلة النتيجة النهائية، إن الأولاني اللي باين عليه وحش هو اللي نفع، هو اللي عمل. قال لهم يسوع الحق أقول لكم أن العشارين والذواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. دي كانت لطمة للمتدينين، كانت كلمة جديدة قوي، لأن هم كانوا يحتقروا قوي الخطاة والزنا والعشارين، دي كانوا يحتقروهم. فلما يقول لهم دول هيسبقوكم، دي كلمة كانت صعبة عليهم. لأن يوحنا جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنوا به، أما العشارون والزواني فأمنوا به، وأنتم إذ رأيتم لم تندموا أخيرا لتؤمنوا به. لأنه كان يوحنا استشهد ساعتها، وكانوا رفضينه لأن يوحنا كشفهم فضحهم. لكن مين اللي حب يوحنا قوي؟ الناس الطيبة الغلبانة اللي ملهاش في ربنا، دول تابوا على أدين يوحنا، دول خدوا موقف، يعني دول عملوا المطلوب. إنما الجماعة كتبوا الفريسيين رفضوا يوحنا. يبقى دايما السؤال الأساسي مش مين سمع الوعظة، مش مين قال حاضر يا رب، السؤال الأهم إيه؟ مين اللي عمل المطلوب؟ ده اللي هيحكم في الآخر. عمل إرادة الأب. الرفض الأولاني ساعات بيكون نتيجة صغر نفس. بعض الناس لما بتسمع وعظة يقول لك الكلام ده صعب علينا، احنا وحشين مش هنقدر عليه، ويبقى هو داخليا بيقول ما انا ابعد من كده، لكن يروح يحاول، فده بيعجب ربنا. وساعات يكون الواحد مشغول زيادة فالكلام بالنسبة له سطح، او يكون الكلام مش داخل قلبه، فاتر مش متأثر. بينما القبول السريع اخطر، اللي هو الواحد معجب قوي بالكلام لكن هو مش ناوي يعمل، هو بس على آخر المؤتمر الحمد لله حضرنا المؤتمر. أيوة كويس، حضرت المؤتمر، وبعدين المؤتمر ما بيدخلش السماء، لكن شوف أنت هتعمل إيه، هتغير إيه في حياتك، هو ده السؤال المهم. لكن الكلام هو كلام هيتبخر. فساعات اللي بيقبل الكلام بسهولة بيبقى عنده حتة بر ذاتي، كأنه أنا معجب بنفسي فشايف الكلام يمشي معايا، بس هو بعيد عن واقعي، أنا مش بعمله لسه. أو بيبقى فيه نوع من الرياء، يعني الحاجة اللي من برة نعملها نعملها، طب من جوه لا لا، جوه ده سيبه خرابة زي ما هو كده. في محطات كده بين الحواس والجسد. يعني إيه؟
هشرحها لكم يعني إيه بين الحواس والجسد. يعني في مسافة بين ودنك وعينك ودماغك وإيدك. بمعنى ودنك سمعت كلام وصل لدماغك نزل على قلبك تأثرت يعني، فضل تحرك إيدك تحس في كده إيه سكة مقطوعة، يا من هنا لهنا يا من هنا لهنا يا من هنا لهنا، في كده إيه عطل في السكة. كان زمان السكة الحديد في مصر تركب القطر وتقول يا رب ما تسألش هتوصل إمتى، ما فيش مواعيد، هتركب للمنيا ممكن تاخد يوم تاخد اتنين زي ما يحصل من القاهرة. دلوقتي الدنيا أحسن، لكن إحنا عندنا الأزمة دي، ممكن يدخل الكلام. طب دخل دماغك في مسافة مفروض، لكن ساعات يدخل ودنك ما يدخلش دماغك. طب نزل على قلبك يعني من دماغك لقلبك، احنا ما طلعناش براك، مفروض ان الدماغ تقتنع يوم القلب يسخن، ممكن يبقى فيه الوصلة دي فيها حاجة. اصعب وصلة بقى اللي من القلب للدراع دي كأنها ايه مفيش محطة خالص، اخرنا ان احنا نسخن كده وننبسط لكن ما بنعملش حاجة كبيرة. عشان كده قال له بطرس يا سيد لماذا لا اقدر ان اتبعك الان اني اضع نفسي عنك. بصوا بطرس اتحمس وقال له ده انا موت بدالك، بعدها بكم ساعة انكره، بعدها باكتر من 30 سنة عمل، فقال له مش هتقدر دلوقتي. ليه؟ السكة مليانة مشاكل، لكن هيجي اليوم يا بطرس اللي نفسك فيها تعمله، لأن بطرس استشهد من أجل المسيح. لكن في الليلة دي بتاعت الإنكار لا طبعا ما قدرش أعمل حاجة، مع أول تحدي باع القضية وهرب. إذن من الودن للعين أو الودن والعين دول اللي بيستقبلوا، يعني العين تقرأ الإنجيل أو الودن تسمع وعظة، بتيجي كلام ربنا بقى. طيب ندخل على الدماغ، من الدماغ قلنا للقلب، من القلب ننزل للإرادة أو الفعل. عندنا المحطات دي بينهم مشاكل، ودايما فكروا بالطريقة دي إن إحنا ياما رسائل روحية دخلت بس ما عملتش تأثير في الآخر، زي الدواء اللي بياخد دواء ملوش مفعول، في حاجة غلط. هو ليه مش جايب مفعول؟ الدواء سليم، الآية قوية، الإنجيل مفهوش غلطة، لكن ليه مش عامل مننا قديسين؟ مفروض الإنجيل يعمل قديسين. ساعات الفكر يبقى زحمة زيادة أوي، فالمخ المشغول قوي تلاقيه ما يقدرش يحول الفكرة إلى فعل لأنه مشغول. ودي مشكلتنا أغلبنا دلوقتي، عندنا يعني البزنس والكارير والعيال والفلوس وأخبار الدنيا والسوشيال ميديا، فلما تسمع الوعظة تتوه الوعظة وسط ده كله. مرة جبنا أب أسقف فاضل كده، وبعد ما وعظ وعظة قال لنا ممكن نقعد 5 دقايق نهضم اللي سمعناه. كان أول مرة حد يعمل معنا كده، كل واحد يكتب يمسك ورقة ويكتب بيفكر يعمل إيه بعد الوعظة. عملية الهضم دي اللي هي قبل ما الوعظة تطير، طب ما نفكر هنطلع بإيه نعمل إيه، لأنه المشغولية بتلغي على طول الحاجة اللي دخلت. ساعات العقلانية تكون بتصد الأفكار، زي واحد يسمع عن التسامح تلاقي مخه بيقول له كلام ده ما ينفعش في الزمن ده. أوكي. يبقى ما عملتش إرادة ربنا. ليه؟ لأنك عقلك بيقول لك فرجتت. أو في أصوات أخرى، إن عندك ناس تانية صوتها عالي جوه دماغك أعلى من صوت ربنا، ففي خناقة في دماغك فما بينزلش الكلام للقلب والإرادة بعد كده. المشكلة ساعات تبقى في الستيشن بتاعت القلب، إن القلب مش قادر ينفعل بكلام ربنا لأنه مسحوب في انفعالات أخرى، فتلاقي الواحد مش بيتأثر زي الأول. لسه كان عندي خادم كده بيقول لي أبونا لما كنت صغير شاب صغير كنت أسمع وعظة البابا شنودة ألهلب من جوه، أبقى حاسس إن أنا والع كده وعاوز أكسر الدنيا وعاوز أغير نفسي،
دلوقتي بحس الوعظ بتخلش خالص، ما بيعملش تأثير، المشاعر طافية. يبقى في مشكلة برضو. ليه؟ لأن ساعات تبقى المشاعر مسروقة في محبة المال، مسروقة في غيظ من شخص، مسروقة في حزن وكآبة، فالمشاعر متاخدة، فما عندكش مشاعر تتقدس في الوقت ده. ده بيسموه ساعات خداع النفس. اللي هي ايه بقى خداع النفس؟ زي ما قالها القديس يعقوب، كونوا عاملين بالكلمة. أهم حاجة to do، مش كده؟ Be doers of the word. لا سامعين فقط خادعين نفسكم. يبقى اللي هيسمع بس وما يعملش، وقع في حتة اسمها خداع النفس. في ناس بتضرب رقم قياسي في الوعظات، يعني يقول لك أنا سمعت 1000 وعظة ريكورد بقى. حسب معلوماتي مفيش ملاك واقف على باب السماء هيسأل على النمبر اوف عظات، مفيش حاجة اسمها كده، ولا حتى الآيات اللي انت حافظها، ولا التراتيل اللي انت عارف، مفيش نوع من الأسئلة في الحتة دي. هو السؤال الوحيد عملت ايه؟ ده السؤال الوحيد اللي بيفرق. لأنه إن كان أحد سامعاً للكلمة وليس عاملاً، أجند هي دي المسافة اللي عمالين نتعامل معها، بيسمع بس لكن مش بيعمل، ذاك يشبه رجلاً ناظراً وجه خلقته في مرآة. واحد بص على منظره حاجة وحشة أوي، منظر خلقته في مرآة، وبعدين ساب المراية وكمل يومه عادي. طب يا أخي سرح شعرك، طب اغسل وشك، ما أنت شفت المنظر، يعني مش اكتشفت الحقيقة، روح اعمل حاجة. هتبص بس، هي المراية عشان تبص بس؟ ما هي المراية معمولة عشان تبص وتصلح خلقتك. الوقت نسى ما هو، يعني الواحد بينسى انه في عيوب فظيعة لازم تتغير، بينسى اخطاء كبيرة قوي جواه مش راضية تتشال. إن كان أحد فيكم، القديس يعقوب بقى بيلح في الحتة دي، بيقول يظن أنه متدين. لو واحد فاكر نفسه متدين وليس يلجم لسانه بل يخضع قلبه، تاني مرة يقول حكاية يخدع نفسه أو يخدع قلبه، ديانة هذا باطلة، يعني التدين ده كله شكل. طب إيه أساس التدين السليم؟ بتعمل إيه؟ ما تقوليش بتحس بإيه ولا بتفكر في إيه ولا سمعت إيه، قول لي في الآخر بتعمل إيه؟ هو ده اللي يفرق. تحب الناس، بتخدم الناس، بتعمل رحمة، ما بتغلطش بلسانك، مراقب تصرفاتك، بتقضي وقت طويل مع ربنا. What exactly you do؟ هو ده اللي هيفرق المحصلة الأخيرة. ربنا يسوع لما لقى اليهود بيسمعوا كتير قال لهم يقترب إلي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه، أما قلبه فمبتعد عني بعيدا، باطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. يعني باطل العبادة، باطلة ليه؟ عمالين يتنقلوا كلام ويسمعوا وعظات لكن ما بيعملوش حاجة في الآخر. طب الحل إيه؟ أفكركم تاني بالآية الجميلة، الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا. يبقى اللي ينقلني من الإرادة للعمل لازم نعمة، لازم قوة إلهية، لازم زقة من ربنا، والروح القدس روح ربنا اللي فينا مسؤول عندي. عشان كده لما تمتلئ بالروح توصل إنك مش بس مقتنع أو حاسس، لأ مدفوع إنك تعمل حاجة. يبقى الامتلاء بالروح القدس بيدفعك إلى حياة جديدة، إلى تنفيذ، إلى أكشن، ما بتقفش عند مجرد سمعت أو اقتنعت. قال الرب إله الجنود من أجل أنكم تتكلمون بهذه الكلمة، ها أنا زجاع الكلام في فمك نارا وهذا الشعب حطبا فتأكلهم. يبقى الكلام زي النار يأكل الحطب، يعني في تأثير حقيقي بيحصل مش مجرد انفعالات. المسيح اتكلم عن النار كذا مرة، قال جئت لألقي نارا على الأرض، يقصد النار الروح القدس. ربنا عاوزنا ناس مشعللين كده، سخنين، حبس ربنا البرود والفتور واللامبالاة والتدين الخفيف ده بيعجبش ربنا. فبيقول أنا عاوز الدنيا تبقى منورة، تبقى مشعللة
فيبقى الإرادة حاضرة دايما والفعل حاضر كمان. يقول الصانع خدامه نارا ملتهبة. ساعات ربنا بقى يلجأ للتأديب، يعني إيه؟ لما يلاقينا بنسمع بس، وأحيانا نقتنع بس، وأحيانا نوصل إن إحنا بنحس بس، وفي الآخر نتيجة واحدة مفيش فعل، يضطر يعمل إيه؟ يشد ودن بقى. ليه؟ لأن أنتوا جربتوا ده في التربية. لما تقول لأولادك ذاكروا، هم سمعوا ذاكروا، من ناحية السمع بيعرفوا يسمعوا. طب اقتنعوا، بعضهم بيبقى مقتنع مفروض نذاكر، ما بيذاكروش. أنت كأب أو أم بتلاقي نفسك مضطر تاخد موقف، هيضيعوا، في عاوزة ديسبلين شوية. طب إذا كنا إحنا بنربي عيالنا، لما بنلاقي إن الكلام مش جايب نتيجة بنضطر للتأديب، ليه نستكتر على ربنا إنه يأدبنا؟ مش لأنه بيكرهنا، لأنه شايف إن إحنا بنسمع مش بنعمل، عارفين الصح وبس، وخطر علينا نفضل كده. فيجي التأديب عشان يزقنا نعمل اللي إحنا عارفينه. مرة واحد بيقول لي دخل في حادثة جامدة، وقعد في السرير فترة، وبعدين قال لي كنت هبتدي أسمع، بس أنا كنت بسمع في العربية وعظات كتير، فقررت إن أنا مش هسمع تاني. أنا قلت كفاية سمع، أنا فاهم ربنا عمل لي الحادثة دي لأني سمعت كتير قوي ما عملتش حاجة. كان له أعداء وكان له مشاكل وكان له علاقات غلط وكان له لخبطة. ابتدى ياخد موقف من حياته، ابتدى ينفذ الصح. قال أنا مش محتاج حد يقول لي الصح، أنا عارفه كويس، بس جه الأوان إن أنا أعمل اللي أنا عارفه، ما ينفعش أفضل أسمع على طول. فهنا التأديب بيلعب الدور ده، يقول عرفت يا رب أنه ليس للإنسان طريق، وليس للإنسان يمشي أن يهدي خطواته. يعني الواحد يا رب مش قادر يظبط نفسه، أدبني يا رب، أدبني عشان أوصل إن أنا أعمل الصح اللي أنت عاوزه مني، لكن بالحق لا بغضبك لألا تفنيني. يعني أنا متقبل منك التأديب عشان أبتدي أمشي صح، لأني أنا عارف الصح ومش بعمله. مرة تاني في أرميا يقول معنى زي كده، يقول سمعاً سمعت فرايم ينتحب. فرايم ده كان سبط مشهور، أكبر سبط تقريبا، ده ابن يوسف، كان أكتر سبط في خير وفي غنى، وأكتر سبط تقريبا عبد الأوثان بعد عن ربنا، فربنا أدبهم. دول من أوائل الأسباط اللي وقعوا في إيد الأشوريين والبابليين وتبادلوا. فقال سامع فرايم، فرايم ده كان مات من بدري، لكن كشعب يعني ينتحب، ينتحب يعني بيبكي بصوت، وبيقول إيه؟ أدبتني فتأدبت. أنا تأدبت يا رب، لأن السبي يذلهم كعجل غير مروض. يعني ربنا عاوز يركب على العجل ده وهو عمال يرفص. توبني فأتوب لأنك أنت الرب إلهي. يعني أنا قابل منك التأديب يا رب عشان أتوب، لأن التوبة معناها حياتك تتغير، أعمالك تتغير، سلوكك يتغير. مش كفاية اللي انت عارفه، لا، يبان عليك بقى عطاء أكتر، تسامح أكتر، سلام أكتر، أكشنز مش كلام وعظ. القديس بولس يقول كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن، وأما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. لذلك قوموا الأيادي المسترخية والركب المخلعة. يعني إيه؟ يعني التأديب بيوجع في الأول، لكن في الآخر لازم يجيب نتيجة حلوة. مع التأديبات بيبتدي الإنسان يتظبط، يطلع خطوة لقدام، يعمل اللي ما كانش بيعمله قبل كده مع أنه عارفه كويس. على نفس الفكرة يجي الخوف المقدس. أحيانا الواحد ما يعملش الصح غير لما يخاف، بيبقى عارف الصح بس مش فارقة كتير، لكن أول ما يخاف يختشي فيبتدي ياخد موقف. يقول المسيح له المجد طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجد ويفعل هكذا. بالحق أقول لكم يقيم على جميع أمواله. ده العبد السهران الحلو المجتهد.
إن قال ذلك العبد في قلبه سيدي يبطئ قدومه، يبدأ يضرب الغلمان والجواري، يأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره، في ساعة لا يعرفها يقطعه، يجعل نصيبه مع عديم الإيمان. ده كلام يخوف. ده عبد يعني، ده خادم مسؤول عند ربنا، لكن مش بيعمل اللي عليه. هيجي بقى سيده في يوم هيرفده، قطهم انتو، يعني كلام ناشف قوي. طب هو ربنا قصد يخوفنا؟ اه قصد. ليه؟ لما يلاقي واحد فينا عارف الصح ومش بيعمله، لازم نبرة تعلى شوية عشان نخاف. يقول: يا أحبائي كما أطعتم كل حين، ليس كما في حضوري فقط بل الآن بالأولى جدا في غيابي، تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسر. دي تمشي مع موضوعنا. ليه؟ الإرادة نعمة والعمل نعمة، بس محتاج إيه؟ تمم خلاصك بخوف. خلي عندك شوية خوف، لأن الخوف يخليك تقول: لا رب، أنا مش عاوز تأديب شديد، ما استحملوش، هختش، هاخد بالي، هزبط نفسي، هعمل. ليه؟ لأن أنا مش قد العصاية أو مش قد الهلاك. طبعا لو خفت بتاخد الأمور جد أكتر، وبتقدر تقول: يا رب حاضر، وتعمل المطلوب. أختم بالمقولة المشهورة بتاعت ربنا يسوع. قال له واحد: يا سيد، أقليل هم الذين يخلصون؟ الحتة دي بتخوفني قوي الحقيقة. لقى 13 بالنسبة لي أنا أكتر إصحاح في الأناجيل بيخوفني. إصحاح كله عن تحذيرات وتخويفات. فالسؤال: هم قليلين اللي هيدخلوا السماء؟ قال لهم: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، فإني أقول لكم كثيرين سيطلبون أن يدخلوا. دول عندهم إيه؟ عندهم الرغبة أو الإرادة، يطلبون. طب والنتيجة إيه؟ لا يقدرون. طب ليه؟ عشان ما عملوش. هم عاوزين بس ما عملوش حاجة. دول كتار. يبقى النتيجة النهائية اللي هيدخلوا فعلا إيه؟ قليلين. مش ده كلام يخوف؟ وهو ده اللي بيخلينا نفهم العذارة حكيمات وجاهلات. كلهم عارفين، كلهم سامعين، كلهم فاهمين الصح، كلهم عندهم نفس الإيمان، بس فرق الأعمال واضح. من بعدما يكون رب البيت قد قام وأغلق الباب، وابتدأتم تقفون خارجا وتقرعون الباب قائلين: يا رب يا رب افتح لنا، يجيب ويقول لكم: لا أعرفكم، من أين أنتم؟ تبتدئون تقولون، بصوا الكلام اللي هيقولوا ما فيهوش ولا أكشن منهم: احنا عارفينك، احنا سمعنا كتير، احنا شفنا كتير، ها؟ أكلنا قدامك وشربنا، علمت في شوارعنا. أقول لكم: لا أعرفكم، من أين أنتم؟ تباعدوا عني يا جميع فاعلي الإثم. لأنه العكس هو اللي دخل السماء، يعمل إرادة أبي. دول عملوا شر، استمروا في عمل الشر، وبالتالي مهما كانوا بيقولوا عرفنا وسمعنا ودخلنا قداسات وسمعنا وعظات، مش هو ده الحكم في الآخر. اجتهدوا. اجتهدوا دي معناها ايه؟ اعمل حاجة، بوش، سترايف، زق، اتعب شوية، لكن ما تكتفيش ابدا انك انت تسمع. اختم تاني واقول دور التوبة وفحص النفس. الواحد كل شوية راجع نفسه، لاننا مش ضروري نسمع زيادة، لكن ضروري نحول اللي عارفينه الى حياة. اقوم دي بقى فيها اكشن. لو الابن الضال قال ابويا طيب قوي وبيسامح وفضل مع الخنازير، ما كانش بقى اسمه الابن الشاطر. اصنعوا اسمارا طليق بالتوبة، يعني حولوا التوبة الى نتائج. وداود النبي يقول: اختبرني يا الله، اعرف قلبي، امتحني، اعرف افكاري، انظر ان كان في طريق باطلا، اهديني طريقا ابديا. لو لقيت في سكه غلط يا رب، زقني زق، اعمل اي حاجه، بس ما تسيبنيش اضيع. انا مستعد اخد العصايه عشان اتعدل، بس ادخل السام، لكن ما تسيبنيش في سكه غلط. اختبرني، اعرف كل حاجة،
ولو لقيت في حاجة غلط صلحها مهما كلفتك يا رب. إذن أنا عارف الصح مش عارف أعمله، زود الشحن من فضلك، زود الصلاة، زود الإنجيل، لأنه لما الشحن يعلى قوي الروح القدس هيزقك تعمل في الآخر. لو لقيت أنك أنت عارف كويس الصح وما بيتعملش، يبقى الشحنة مش كفاية، الجرعة مش كفاية، زود عشان توصل أنك تتحول إلى فاعل مش سامع. حدد المطلوب فعله. دايما اسأل نفسك طب أعمل إيه بالظبط؟ وده السؤال اللي أسأله دلوقتي ليكم، هنطلع بإيه من المؤتمر؟ حدد حاجة تشتغل عليها، مش مجرد سمعت بس. بعدين ابتدي بخطوات عملية منتظمة. واحد بيقول أنا مش بصلي غير 5 دقايق، هتفضل طول عمرك تقول نفس الشكوى وانت عارف أن الصلاة مهمة؟ طب مش هناخد موقف؟ مش هنعمل حاجة؟ تفضل تقول أنا مفروض أطلع أدفع فوق العشور، هتفضل تقول المفروض على طول ويخلص العمر وانت لسه بتدفع العشور وانت عارف المسيح مستني أكتر من كده؟ خد خطوة عملية عشان تبقى طلعت سلمة فعلا، ما يبقاش كلام. حاسب نفسك وتابع أبوك الروحي، ارجع دايما لأبوك قوله أنا واقف مطرحي بقالي سنين ما بتحركش، في ناس بتجري للسماء، في ناس واخدها جد، في ناس عارفة تفرح ربنا أكتر. طيب يبقى في ناس هتسبق طبعا. ما تيأس، مش معنى أنك لما تشوف نفسك تكتشف أنه في تقصير فظيع وخلل في وصايا كتير قوي أنك تيأس، لا ما تيأس، مجرد خطوة واحدة تعملها تفرق معاك. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. سؤالي بقى الأخير قبل البريك، يعني فاضل سيشن أخير. كل واحد يقول لي أكتر حاجة فرقت معاه في الليلة دي، الليلتين دول، أكتر مسج أو فكرة أو حاجة عاوز يعملها من خلاصة الكلام اللي تقال. تفضل يا دكتور. How? Thank you. Thank you. أول رأي، إزاي أتعامل مع شخص depressed؟ كويس. إيه تاني أكتر رسالة فرقت معاك أو حاجة نفسك تشتغل عليها في حياتك؟ سامي، التعاطف السليم، الامباثي أو المساندة بحكمة، إزاي تكونكت مع الشخص المتألم من غير وعظ، من غير كلام يوجع. إن عاوز أحاسب نفسي بأمانة أكتر عشان أعرف بالظبط ربنا عاوز مني إيه. تفضل. ليبلينج، إن موضوع الليبلينج ده خطر علينا قوي، وعاوزين نقاوم طريقة التفكير دي ونركز على عيوبنا أكتر. جميل، يعني مزيد من الجدية والتركيز على النفس والقلب. كويس، خدت الوعظة دي وقالت اللي سمعناه ده عاوزين نذكرون، رجعوا عشان نعمله ما يبقاش كلام بس. ايه اكتر حاجة علقت معاك؟ تفضل. اصل القصد، ان ربنا دايما قصده حلو، حتى لو اتوجعنا بيطلع لازم قصده خير. برافو عليك. عاوزة واقفة مع النفس عشان نربط اللي سمعناه بالحياة والعمل. دكتور، تيك اكشن، ان في حاجات كتير عاوزة قرار مش عاوزة انفعال. الانفعال كويس لكن القرار هو المهم. خليك ايجابي مع نفسك ومع الناس اللي بتخدمهم عموما. برافو عليك. هي ركزت على الحتة بتاعت الكرازة، انه طول ما انا عايش عندي فرصة افرح السماء بناس ما تعرفش ربنا بأي طريقة. ها ايه تاني فرق معك؟ تفضلي ورا. برافو عليك. فكرة ان اللي انا شايفهم وحشين دول مش بعيد يكونوا هيسبقوني للسماء.
جميل، المفروض كلنا ننشغل بالكرازة والشهادة للمسيح في حياتنا. تفضل يا دكتور. لكي أتعافى لازم أغفر، موضوع الإساءة عاوز أسامح وصفة عشان أقدر أنا أعيش وأتقدم وانطلق. تفضل. جميل، يبقى الواحد عدو الإدانة لازم يركز فيها قوي عشان يخلص منها. في حاجة تاني؟ تفضل. برافو. تكريس وقت ربنا، تخصيص وقت ربنا أكبر، بيغير فينا كتير وبينعكس بالبركة على حياتنا واللي حوالينا. في حاجة تاني علقت معاكم؟ جاهد دكتور. في دراسات ممكن لو الواحد التحق بيها ربط نفسه بإمبوت جديد يملاه ويكبره. بالمناسبة كانت نانسي ومايكل هنا، مايكل ونانسي بتوع الإنياجرام، تعالوا يا ولادي. لما امبارح أعلننا عن الإنياجرام لقيت اتنين درسوا معانا أونلاين إنياجرام، فقلت لهم انتوا تيجوا تقولوا للناس سمعتوا ايه أو فهمتوا ايه، عشان الدراسة دي فعلا ممكن تفرق في حاجات كتير. تعالوا يا نانسي. هو مش احنا بس يا ابونا، يعني احنا معنا ميرا المفروض، وفي جيرمين بتهيأ لي، عملنا ليفل 1 وليفل 2 في الانياجرام. ايوه ميرا اهي. تعالي ميرا. الانياجرام يا جماعه مختلف شويه، لانه احنا مش بنتكلم على بيهافير، هي مش بيرسوناليتي زي مايرز بريج او الديسك اناليسيس. احنا مش بنتكلم على بيهافير، احنا بنتكلم على موتيف، الجوهر اللي ربنا خلقنا بيه. فالحقيقة مارو وابونا سولومون أو دكتورة ماريان، يعني هم they are very good، هم درسوه كويس قوي. احنا أنا ومايكل دخلنا سوا وعملنا الستادي وخلصنا ليفل 1 وليفل 2. في الأول الموضوع كنا تايهين شوية، هم 9 types of personalities، أو هم يعني personality كلمة مش مظبوطة، هم 9 types من الأنواع، وكل واحد فينا عنده motive بيحركه. كلنا بنتنرفز، كلنا بنشتم، كلنا بنغلط، كلنا بندين، كلنا بنعمل الحاجات دي، بس الموتيف ورا اني بعمل ده مختلف. فايتس اباوت ان احنا نفهم نفسنا اكتر. الحلو قوي في الكورس انه اللي فرق معانا انه احنا بندرس شخصيات من الكتاب المقدس، which is حاجه مليانه هوب، يعني انك تشوف نفسك انت زي مين في الكتاب المقدس. بطرس مثلا، انا شخصيا زي بطرس، فبطرس قلق وخاف وكان اللي بيتكلم كتير دايما قبل اي حد من التلاميذ. بس بطرس برضو زي ما كان ابونا دلوقتي بيقول، هو قال له يا رب انا احط نفسي مكانك يا رب، قال له استنى شويه، وفي الاخر راح اتصلب مقلوب عشان خاطر ربنا. فان انا اشوف نفسي ان انا ممكن ابقى زي بطرس في يوم من الايام، دي كبيره قوي ومليانه هوب. واشوف نفسي في ضعفي اني بطرس كان عنده نفس الضعف وجاهد ووصل، دي حاجه حلوه قوي. There's two levels. Level one is a general overview على nine types. Nine types كمال كلهم ليهم أسامي. Type one is a reformer. Type two helper. Type three achiever. زيوت سابونا داود. Type four is individualist. Type five observer. Six loyalist. Seven adventurer. Eight challenger. ونine peacemaker. فlevel one كل واحد بيفوت فوق through التسعة types دول ويتعلم هو أنهي type، وبعد كده type level 2 من الكورس بنتعلم إزاي إحنا mainly one type of personality، لكن لما بنكبر روحياً we can stretch our wings وبناخد حتة من types التانية. ففي حاجة اسمها wings و inner lines، وultimately لما نجرو روحياً نبقى فينا حتة من كل التسعة types. الكورس is quite short and condensed. Level 1 وليفل 2 كل واحد فيهم is 7 sessions، كل session حوالي ساعتين، وفي مشروع تخرج جميل في الآخر. على فكرة يا جماعة احنا متجوزين بقالنا 15 سنة، بس الكورس ده فرق معنا جدا، يمكن اتنين متجوزين يعني. فرق كويس ولا فرق؟ فرق كويس، فهمنا بعض أخيرا. نذكر الله، نذكر ربنا.
طيب انا بتمنى بالذات كل الميدل ايج يدرسوا الكلام ده، كلام جديد بس كلام فعلا فارق وبطريقه روحيه نفسيه جميله، وزي ما قالوا الحبايب انه بفهم نفسي اكتر فبشتغل عليها بطريقه سليمه، بفهم الناس فبعذرهم مش بدينهم. ودي الحته الجميله بقى، ان انا بتوقع السلوك ده من الشخص ومعاه عذره، لان هو التايب ده او البيرسوناليتي دي، فالخوف جزء من تكوينه وبالتالي مش غريب عليه يعمل كده، لكن ده ممكن يبقى قديس عظيم. فطريقه التفكير دي في العالم بتفرق قوي وبتزود استعداد الحب للناس كلها. نعم لا لا for anyone، بس هو هيتقدم المرة دي بالعربي، لو عاوزينه بالإنجليش ممكن، هما طبعا بيكلموا إنجليش ويقدروا يدرسوه بالإنجليش، هما بيروحوا إنجلترا يدرسوا الشباب بالإنجليش هناك. الميدل إيج لغاية 90 سنة، بعد 90 بنضطر نقول ناخد بن. اتفضلوا على البريك الأخراني، نرجع بعد إذنك الساعة 12 عشان نختم بآخر سيشن. Thank you على وقتكم.